السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمفيد في الرياضيات المستوى الرابع. سوف تجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 91 من الكتاب المدرسي، دائما في إطار الدرس 23 بعنوان الهرم والموشور القائم. نبدأ على بركة الله بالتمرين رقم 2. Je colorerai de la même couleur chaque solide et son patron. غادي نلون بنفس اللون كل مجسمين والنشر ديالو. عندنا ثلاثة المجسمات اللي هنا وعندنا النشر ديالهم، كل واحدة من اللون ديجا باللون المناسب يعني الذي يمثله كما كتشوفوا قدامكم. بالنسبة للتمرين رقم 3، ألاحظ الهرم ثم ألون قاعدته. القاعدة هي هذه، ديجا أنا لونتها، نخلي لكم هذا الشيء اللي بغى يتحقق أو ينقل الإجابات. ننتقل الآن للتمرين الموالي وهو التمرين رقم 4. ما المجسم الذي يمكن لآدم تركيبه مستخدما كافة القطع الآتية دون تقطيع؟ بالنسبة لهذا المجسم يتكون من مستطيلات، إذا هناك المجسم الذي يمكن لآدم تركيبه هو متوازي المستطيلات. متوازي المستطيلات. تمرين رقم 5، أحد الأحجار الكريمة لسيدة أمينة على شكل هرم له 6 أوجه، كم عدد الوجوه التي هي على شكل مثلث؟ 5، لأن القاعدة ما تكونش على شكل مثلث لأن عنده 6. ما شكل القاعدة؟ غتكون خماسية، غتكون القاعدة خماسية. بالنسبة لبقية التمارين أو الذي كدخل ضمن أقوم تعلماتي، ألاحظ المجسمات التالية ثم أضع علامة تحت كل هرمين. العلامة ديال سي تحت كل هرم وعلامة أو تحت كل موشور قائم. إذا الهرم الوحيد اللي كاين هنا هو هذا الأخضر، وبالنسبة للموشور القائم كاين هذا وهذا، لأن هذا الصفر مخروط وهذا متوازي المستطيلات. تمرين رقم 7، من بين النشور التالية أحدد نشر الهرم. عندنا 3، عندنا أ و ب و سي. انتبهوا بعد هاد السي غادي نحذفوه لأن عندنا هاد المثلثات غير متساوية أو غير متقايسة. ثانيا كنهضرو على هرم يعني الوجوه ديالو على شكل مثلث، عندنا هادو فيهم مستطيل، إذا بقى لنا نشر الهرم هو بي. كم عدد الأحرف لديه؟ غادي نحسبوها، غادي سنجد 8 أحرف. تمرين رقم 8، ألاحظ المجسم جانبه وأكمل الجدول. اسم هذا الشكل أو هذا المجسم هو موشور قائم. عدد الأوجه 5، كيفاش غنحسبوه؟ مع القاعدتين بجوج جوج والوجوه الجانبية 3، إذا 5. عدد الأحرف نحسبوهم 1 2 3 4 5 6، ثم 7 8، وهذا الحرف يعني الخلفي 9 الأحرف. عدد الرؤوس 1 2 وهنا 3، ثم هذا الرأس 4، هنا 5، وهنا 6. بالنسبة لشكل الأوجه الجانبية هي على شكل مستطيل. هذا كل ما يخص التمارين الموجودة في صفحة 91. كنتمنى تكونوا كتستافدوا. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. كنتظر الدعم ديالكم للقناة عبر وضع جيم وكومونتير. وبالنسبة للناس اللي كتشوفوا القناة لأول مرة ما تبدلش في المشاركة وتفعيل الجرس.